بداية طريقنا خدناه من القاهرة للدهب، كان أتوبيس حي خاص لينا علشان خاطر نحضر أحد الإيفنتات الموجودة اللي هو الإيه حلقات المصارعة أو الحاجات دي، هتشوفوها في آخر فيديو. الطريق تقريبا خد تقريبا 9 ساعات، يعني ما بين الاستراحة وما بين الأكمال اللي إحنا عدينا عليها والحاجات دي، كانت في حاجة في غاية الروعة. وأنت ماشي كنت بتشوف جبال وألوان جميلة، ونزلنا على الميريديان، فندق الميريديان دهب حقيقي زي ما أنتوا شايفين كده، الفيو واقع ما بين على الشط وما بين الجبال، وطريق روعة جدا وحاجة فوق الوصف حقيقة. استمتعنا بيه كتير جدا وقعدنا، كانت الغرف مطلة على سي فيو، مطلة على البحر، وحاجة كانت جميلة جدا حقيقة. وده كان مميز جدا، الفندق الموجود والخدمات فيه مميزة جدا، يمكن كان تقريبا ليلة ب 2500 أتوقع حاجة زي كده. وده يعني سعر عادل. الفطار بتاعه كان مميز هناك عندهم البوفيه، هو البوفيه حقيقة أنا كنت بحب أفطر فطار خفيف دون اللي هي جبنة وزبادي وعصير وبيض والحاجات دي، طعم حقيقي خرافة. يوم من أجمل الأيام اللي أنت ممكن تشوف البحر مع الجبال، يعني وتفطر فطار ده حقيقي بيغير مودك 180 درجة، وأنا أنصح بيه حقيقي. فندق الميريديان هو استضافنا ويعني عمل معانا حاجات شوفناها جميلة جدا، موقعه مميز حاجة فوق الروعة. يمكن كمان المواصلات ليهم هناك قريبة، بياخدوا العربيات اللي هي ربع نقل دي، يعني ممكن 70 80 جنيه ل 100 جنيه الانتقال داخل المدينة، وعلى حسب المشوار طبعا يعني. فيعني دي خلفية سريعة كده على الأسعار يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وصلت المواصلات هناك يعني بسيطة يعني. ميريديان كمان روعة، الفيو بتاعه حاجة فوق الوهم يعني. الحاجات بقى جميلة اللي انت تنزل البحر كده البسين ولا ايه، وزي ما انت شايف كده حاجة روعة. والميريديان يعني من ارقى الفنادق حاليا اللي احنا شفناها نزلناها، يمكن كان حظنا مش حلو ان سمكة القرش تظهر وبتاع، فقلقنا ان احنا ننزل المية، فقلنا لا خلينا بقى بسين احسن من البحر يعني وكده، يعني حتى اجلنا رحلتنا البحرية احنا كاشخاص يعني وبتاع، بحيث يعني ايه يعني افضل يعني تحسبا لاي حاجة يعني. لكن حقيقي دهب متعة، متعة قوية جدا وحاجة روعة يعني. تمشينا زي هنشوف كده في الفيديو، تمشينا في شارع أو نقدر نقول الممشى السياحي الموجود هناك، دي كانت حاجة جميلة، بس خدناها بالليل ما خدناش الصبح حقيقي. يمكن بالليل الحياة فيها دؤوبة جدا والدنيا بتاعتها رائعة يعني، حقيقي دهب صاخبة بالحياة يعني. وبالإضافة بقى الصبح بقى يعني، أنا بفضل الصبح بقى بسين وبحر وكده، وبعد كده بالليل بقى ننزل نشوف الدنيا بالليل فيها إيه يعني وكده، تبقى حياة كلها فيها روح حقيقي يعني. صباح الخير عليكم. والله إحنا النهاردة هو في دهب تاني، الشاطئ بقى الشاطئ ده إحنا نريد المفترض اللي هو كده السنوركينج والكلام ده، ولكن احنا طبعا مش جاهزين، بس قلنا ناخدكم في جوله ليه في السريع كده يعني، بحيث اللي عاوز يجي دهب ويشوف الدنيا فيها ايه. برضه في حاجه كويسه الميريديان بصراحه يعني، خدماته محترمه يعني عن تجربه. انا بالنسبه لي جربت الموضوع ده، لقيته حاجه محترمه والله، وفي حفلات كده وفي حاجات حلوه كانت حصلت واحنا قاعدين. انيميشن، فريق انيميشن كويس مصريين يعني، ده اللي انا شفته وبناء عليه يعني نقعد نتفرج بقى يعني، نقعد نتفرج شويه في الدنيا فيها ايه كده مع بعض. ممكن ابقى انقل لكم بالليل الدنيا كده عامله ايه يعني، فخلينا نتفرج كده نشوف البحر عامل ايه. يمكن زي ما احنا شايفين كده في ستاندات ورايا حاجات بتاعت الحفلات، خلينا نتفرج. يمكن شواطئ دهب بتبقى صخرية تمام، ولكن في شاطئ اللاجون هو اللي بيبقى يعني رملي، فبتقدر فيه تنزل البحر تستمتع بالبحر يعني وكده. لكن هنا طبعا محتاجين اللي ينزل يعني يبقى يعني معاه سنوركينج وكده او غطس حاجه شبه كده يعني، تقدر تنزل تستمتع حقيقه يعني من اجمل الاجواء اللي انت ممكن تشوفها
بحر نقي جدا، شعاب مرجانيه على اعلى يعني حاجه شفناها. يمكن انا غطست في كذا مكان ونزلت سنوركنج في كذا مكان، ما شفتش بصراحه اكبر من عندنا يعني. البحر الاحمر وممكن الغطس اللي فيه حاجه فوق الروعه يعني. مع منظر الجبال كده ورا ونخل وبتاع، فالدنيا أحلى حاجة بصراحة يعني. وصوت المياه هنا رائع. يمكن زي ما احنا شايفين، يمكن على مرمى البصر بعيد كده شوية هنلاقي في مركب. حقيقة تحس ان انت قاعد في أيقونة او يعني تومة كده، لوحة ربانية، حاجة فوق الروعة يعني بصراحة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير عليكم كلكم على متابعي كاتب الصحفي محمد اسكندراني. النهارده من منطقه الثري بولز في دهب. حكايه القصه او الثري بولز، والناس بتيجي هنا بتعمل دايفنج وبتعمل سنوركينج، حاجه فوق الروعه حقيقي. هنقول ليه النهارده المنطقه اللي شايفينها هتلاقي فيها ثلاث عيون او ثلاث دواير موجوده على هيئه شعاب مرجانيه، او ثلاث احواض سباحه موجوده على هيئه شعاب مرجانيه. الناس بتنزل تغطس هنا فيها او تعمل سنوركينج. شعاب مرجانيه فوق العاده، المياه صافيه جدا، تقدر تشوفها، تتفرج على كل انواع السمك والكائنات البحريه الموجوده، حقيقي فوق الوصف وحاجه جميله جدا. وتابعوني واستمروا معايا في الفيديوهات، وان شاء الله باذن الله يا رب الفيديو يعجبكم. من منطقه دهب، فيديو دهب ده حقيقي حاله خاصه جدا يعني، من ضمن الفيديوهات اللي عملتها كلها. زي ما احنا دي منطقة ثري بولز بقى، حاجة يعني بأمانة روعة، وبيتش باجي وجمال وحصان وجبال فوق كده، وحاجة يعني حاجة جميلة جدا يعني. هنا الناس بقى بتيجي تتمرجح بقى وبتاع، وباب الحياة هناك، والدنيا هايصة يعني هنا. هنا الشارع المهم اللي هو شارع الممشى، معروف جدا عند كل الناس، هتمشي فيه في وسط بازارات وكافيهات على البحر، وصخب كبير جدا حقيقي يعني، وتلاقي حيوانات الكلاب قاعدة جنبك عادي جدا، وتتعايش مع الناس عادي. ويمكن كافيه الخان هو يعني يمكن من اهم الكافيهات اللي انا دخلتها وحقيقي اتبسطت، لانه على البحر على طول، وكانت حياه رائعه حقيقي يعني. انا انبسطت كتير جدا لما كنت قاعد، موسيقى، صحبه حلوه، ناس كويسه، الضيافه بتاعتهم جميله جدا. كنا موجودين هناك، وكل بقى الشارع شارع سياحي، يمكن في مصريين كتير، فدي كانت حاجه كويسه. وتقدر تشتري حاجات زي ما انت شايف، الاكسسوارات دي حاجات رخيصه جدا، ويعني في متناول الحاجات، يمكن متوسط الاسعار 45 35 50 جنيه زي ما احنا شايفين كده. الكلاب عادي بتمشي في وسط الناس بدون ما تضر ولا يعني تقرب من حد، مثلا زي كلاب الضاله او الحاجات دي، لا خالص. ودي كمان بنت اسكندرانيه، يمكن كانت مشهوره في فتره، وحقيقي بنت محترمه جدا يعني، احنا شفناها من بعيد كده، بس كان حقيقي لاحظنا عليها الهدوء، والناس بتتعامل معاها عادي جدا، وحاجه لطيفه يعني بصراحه. ويمكن كان دي القعده بقى يعني، انا كده ظهري للكافيتيريا وانا قاعد على البحر مباشره. دهب تحس ان طول الممشى واخده الكيرف دهون، زي ما احنا شايفين كده، كل دي كافيهات ومطاعم وحاجات كده جميله جدا يعني، حقيقي بتدي لك حياه، وبتدي لك لمسات جماليه، وبتدي لك يعني بيعيشك الاجواء بشكل محترم جدا يعني. والصوت حقيقي الموسيقى من وراك زي ما احنا شايفين كده على ايدك الشمال،
الكافيتريات، وبص الناس حتى بتتمرجح ازاي والناس مبسوطه، وحياه يعني حياه جميله جدا حقيقي. يعني تخيل بقى ان القمر مع الميه مع ضوء الاضاءه الطبيعيه بتاعت ربنا اللي هي بتوع القمر، والاضاءه الصناعيه اللي هي خاصه بالكافيهات مع الموسيقى. وعلى فكره الموسيقى بتاعتهم بتتميز بحاجات يعني ما شفتهاش في حته تانية حقيقي. يعني ليهم نوع كده من انواع الموسيقى جميل يعني وهادي كده كلاسيك، يعني حبيته حقيقي. يعني الحاجات المميزة اللي احنا شفناها هي بطولة عن الفنون القتالية اللي حصلت في دهب خارجا، وكانت من البطولات المميزة اللي الحمد لله يعني ربنا كرمنا ونصر الكابتن محمد على الروسي اللي هو المنافس بتاعه وحتى بطل العالم. يعني اسمه كوستا كيان، حد كان محترف في اللعبه، فالحمد لله ربنا نصرنا وخدنا البطوله الحمد لله. ويعني كنا حاجه يعني كانت في غايه الاهميه، يمكن من ضمن الحاجات المطر اللي حصلت في الدوري اللي يعني كانت مقامه على الشاطئ، يمكن مش باين ليكم عشان بس الدنيا ضلمه، ولكن كان حقيقي حاجه في الروعه. هو انبسطت جدا جدا جدا، انبسطت علشان خاطر حسيت فعلا ان كانت الاجواء هناك روح هناك عاليه وحماسيه، وكان في تشجيع كبير جدا للشباب المصري. برضه كروس حققوا برضه يعني حقيقي انتصارات كتيره، ولكن حقيقي اللي احنا بنشوفه كان من الارض ده انجينير محمد. شايفين الجمال والروح المصريه حقيقي. انتوا يعني الاجواء كانت هناك يعني عاليه جدا 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 يعني وحماسيه فوق. انت حاسس بالنصر بقى بتنتصر، حاجه جميله جدا خصوصا في المنتخبات الرياضيه. وحقيقي كانت من اجمل الحاجات اللي انا انهيت بيها رحلتي في دهب ثم العوده للقاهره. هنا هو الكابتن محمد عبده بيحضن والدته كانت بتدعي له، ويمكن كان في لقطه من اللقطات اللي هو نزل بس رجليها قدامنا وده ابنه وبيحضن ابنه. وحقيقي يعني هو كان فخر كبير جدا لمصر لو حد يفوز على يعني الروسي ده، لانه كان قوي جدا جدا. يعني هو هنا الكابتن محمد عبده كان فرحان، وحقيقي مش يعني مش قادر اوصف لكم الفرحه بتاعته، وكمان الجماهير واحنا كلنا كنا فرحانين حقيقي. ودي كانت اجمل هديه وانا ماشي من دهب يعني، وحقيقي يعني اتبسطت كتير وكانت حاجه كويسه جدا يعني.